ممكن ادي لحضرتك مثال، انت اتفضل. حضرتك نفسك وانا اشدت بيك وباشدت بلجنه الحكام على الحكام الاجانب اللي جم الفتره الاخيره في مصر في مباريات كبيره ومعظمهم اجاد بنسبه كبيره جدا، وقلت ده ينسب للجنه الحكام اللي اختارت الحكام دي او رشحت الحكام دي للمباريات دي. احنا لما كنا بنشوف حكام اجانب بصراحه يا كابتن عصام كنا بنشوف الفرق في تفاصيل صغيره اللي هي كبيره، لو مثلا حكم ما بيستناش الفار كتير، اللعبه ما بيقفش كتير، قرارات حاسمه حازمه، لعيبه بتلتزم، حكم مش مهتز. انا بكلمك بصراحه في تفاصيل لما بنحطها وانا في اكلمك مقارنه. باكثر صراحه يا اتفضل كريم، اتفضل. الحكم الاجنبي 50% من درجات النجاح حطيتهم في جيبه قبل ما يخش الماتش، وهي الثقه يا كريم. خلينا نتكلم بس باكثر منطقيه. اتفضل. احنا بنهدم التحكيم بايدين، والبدايه ومؤامره كبيره على التحكيم بتبدا من قصه التحكيم، وتخش معاها اطراف اخرى. أطراف أخرى. يا راجل ده الحكم بيخش يا راجل مرعوب من الناس، من الهجوم اللي عليه. ده لا يكون في عون الحكام المصريين. تقول لي حكم أجنبي، الأجنبي بيعمل اللي هو عاوزه وغصب عنك هتقبله.